هبلتوا ولا هبلتوا ولا شو وقع عليكم؟ واش نتوما تشرفتوا عاد بغيتوا تطلقوا؟ وزيدون ربي راه ما غيبغيش. لا ربي باغي، قال لك ان ابغض الحلال، وانا ما يمكنش نعيش مع واحد لا علاقه. وزيدون كلمتي ما كنرجعش فيها. حتى انا راكم عارفين كلمتي ما كنرجعش فيها. وانا تزوجي اختي بحمان، تزوجي بحمان وعيشي معاه الحياه السعيده بكل انا. يا لطيف دخلت عليك بالله والنبي رسول الله ما حشمتي شيء، ها؟ من الصباح حتى الظهر دابا وانت مازال كتفطر، انوض تخدم على راسك، انوض يا هاد الصقع تخدم على راسك. قعد خلاص خلينا نجمعوا هاد الركن لاروب. هاد الركن لاروب راه خاصها دقيقه لاروب وداك الشيء. اجمع فواتك بقات لك عادي ياك؟ راني نهار وما داك الشيء وانا خدام، واش تسحب لك داك الشيء في البيسري سهل؟ ياكشي اولي والهضره ما كيخرجش هادشي. شنو هو داكشي؟ شكون فيهم داكشي اللي قلت لك الاخر؟ الرباح، بغيت نقول لك الرباح وداكشي. غادي يسكنني هذا رشيد، غادي يسكنني خالي. بغيت نقول لك واحد الهضره وحشمت. حشمتي باينه عليك، قول. انا ما عمرك عطيتيني طاس ولدي وصحابي جيابهم عامرين وانا يجيبي صفر، او انا راه وليت راجل موش طاجن. اسيدي باز خرجتي الهضره دقه وحده، هذه ما كاينش داك الشيء، خرجتي ليها نيشان. ايوا سيدي عندك الحق، انا عندي الفالطه داير معاك الفالطه، انا قدام خالتك هاي الا وليتي راجل وخدمتي غنبدا نعطيك 20000 ريال في الشهر. قدك قداني وشايد داك الشيء لاخر. 10000 ريال غنقطعوها ديال السكنه، هادي ما عليها هضره. 6000 ريال ديال الماكله. ايوا و 2000 ريال ما بين الضو والماء. هو 2000 حتى لخويتك رشيده الله يديلك الرضا. اش قلتي؟ قالت لك خالي انت تعرف مصلحتي احسن مني يا خالي. غادي البيسري وحاول شد على داك البيسكوي. تيني بيسكوي ناري هذاك اللي نهار كامل وتتلغش فيه، وخليها قاعده فيك. امنحهم كلهم يقولوا اللي ما عندوها متولدوا اللي حمارتو. واش تابا نصبح الله والميضة محطوطه وهذا الظهر علي دخل يدق شبع علينا على ضحك. تيني شكون يدك ناري؟ شكون يدك؟ تاكل جنابك نوض حيد بعدين. خالتي السلام عليكم. لا سلام على طعام. الف سلام عمر. الله انا غنمشي. اجي قلتي في غاده باش نداو الدوره في المدينه قنط. ما بغيتي الله جيتي للبيكنيك وقنطتي، جيتي حتى لشارع الشجره باغا تسرحي المقر. دابا واش هذا بيكنيك ولا الحبس؟ دابا كون كنا في المدينه وقلتي لنا هبطوني ندير بيكنيك، وني تجي واحد معك بحال شنتوما راه معكم لا بيكنيك لا سيدي زكري، انا غاده للمدينه. جلسي وسمعيني كل اناقه يا بنيتي، غتشدي طاكسي وغتطلعي للبونكالو تسدي عليك تما تنجيو، ما كاين لا مدينه وتا البيكنيك لا. يلا يلا تواصلي. الشريف الشريف اجي خويا دير لنا شي طريح حاجه الله يعطيك الستر. زيد زيد ديزولي انا اللي هرستولك، سمحي لي بزاف. ما ديريش بالك نمشي تليفوني يجي واحد اخر. صافا اش كديري هنايا؟ جينا ندوزو العطله. وانت؟ انا جيت انا وماما وراجلها دايرين دور المغرب كله في شهر واحد.
الطليله بخير دوزي العطله في شهر ويبقى لك الشهر الاخر ديري فيه اللي بغيتي. لا لا الشهر الاخر غادي نمشي انا وبابا ومراته باسكو دايرين دورو اوروبا حتى هي. ياك ما تي بارون عمرك كتقولي لهم انت خايفه؟ نعم مفارقين. شو فريمون ديزولي نور كيديروها الكبار وحنا الصغار كنخلصوا ثمنها. كتزري بحال امي. لالا عندي جوج عطلات جوج تليفونات وليسه طويله مع من جالسه. الا ما عجبنيش الحل انا كنمشي عند الاخر. واه تسعداتك. يلا حبيبه خليني نمشي نسيني. يلا اون سرابيل باي باي. سعد اش كدير؟ هذه الغار ديال النمل كنحسب شحال من وحده دخلت شحال من وحده خرجت. عرفتي شنو؟ والله الا نايضه عند النمل. عرفتي شنو؟ والله ما عندك ما يدار. اسمعني شنو؟ تلاقيت مع نور صاحبتي والديها طلقوا مسكينه. شو زعما بغيتي نمشي نصالحهم؟ انا راه ما قاضي ما محامي معدول صالح حتى مع راسي. بعدا مالك حامض؟ حل ودنك مزيان وسمعني. شتي لا تبعتيني غنعيشوا الحياه السعيده لا دولتشي فيتا. الله يجعلني نتيق. عندي واحد الخطه سهله مهله. شنو؟ اسمع. بيكنيك والجو زوين وشميشه والبندير. لا لا تنتا السي فريد الله يعطيك الصحه ما عندي ما نسالك. تمشيت يا ما عييتيش. انا مالك الله يهديك انا راك عيوني غير المشاكل. خالتيتو لاباس؟ فين كنتي؟ انت عند سعد. هي قلت لك بكل اناقه خدي الساروت ديال البونغالو شدي طاكسي وسيري بحالك. علاش ماشي عند سعد؟ ماشي ضروري. ضروري يا بنتي راه دراش معاك امك تصمتي لها. سمعي الضروري ديال بصح. هادو مالهم شوف حنا فاهمين. هادو راه اصلا هما عندهم حب قديم لداخل غير هما ما حاسينش بيه. دابا حتى تخرج مع شي ديال الطبيعه والاناقه شوفي راه سال المجرب لا تسال الطبيب. يا ربي تخليهم بحال هكذا يا ربي. هادشي راه غير في صالحي انا بوحد. ياك اختي دابا انت معاهم. انا مع الحب. سيدي فريد الساروت ديال البنغالو عندك ياك؟ انا عطيته لك فاش كنا لداخل قلت لك خبيه. انت عطيتي ليا فاش كنا لداخل قلت لك هاكي الساروت خبيه. ايوا حدد موقعك صديقي العزيز. كنا وسط البنغالو ملي عطيتيه ليا قلتي لي خبيه. خبيته وسط البنغالو في بلاكار سديت عليه. دابا الساروت باش غندخلوا البنغالو سديت عليه وسط البلاكار. لا معلم. لا تبارك الله عليك. لا تبارك الله عليك تانيت. مالك ما قادش على الساروت علاش تشدو؟ ني ما قادش على المسؤوليه اش كاك العراسه من تفط الراس. انا لكم ما قادش مع المسؤوليه. انا ما نجركمش معايا بثلاثه داك كوندور بكم زناقي. صافي صافي اخويا فريد لعطيك استرختي اختي مليكه. صافي الهدوء الهدوء الهدوء. انتما كنقول لكم كتاكيت كتاكيت. انا ما تلقاوش معايا المشكل. انا غادي نمشي دابا عند السي عادي. غنمشي عند السي سليماني اللي عنده في الدوبل ديال الصوالح ونجيبو ونمشيو للبنغالو في هدوء في هدوء. ساروت ما قدش عليها عباد الله. غادي مرات ديرها في جنبك دابا فريد. او قبل ما نتكعاون تقلبك الفعه. تقلبي الفعه على بالك انت شنو؟ اجي لهنا دابا. دابا هادي ماما وبابا اللي كنعرف. اجي قبيله كانوا فاهمين والله يتخلعوني. ناري حشومة عليك. شتي هادو راه قلت لك بيناتهم شي حب قديم ودابا حد مازال كيزيد يخرج مع الطبيعه. حتي راه ظلموني الناس. رحينا عمر. اش هاد المجيه ياك؟ لاباس غير توحشتك اخالتي وانا نجي نشوفك. اها لا لا انا ما كنتيقش بك. راه الشيطان اللي كيلعب لك بعقلك اخالتي. عمر هادوك الشياطين راه غير متعلمين ديالك. اما انت هو الدكتور ديال الشياطين. وليدي كخالتي وصافي انا اللي كبرت ودرت عقلي. يا الله يجعلني نطيق. عمر هاديك الحنه اللي في يدك ديالاش؟ هادي غير البارح كان العرس ديال ساخي صاحبي هما يديروا لي الفال. سلام اخالتي. سلام كي دايره بنيتي؟ لاباس عليك؟ الله يعطيك الرضا. بخير الحمد لله. اسمح لي واقيلا جيت في شي وقت ماشي هو هذاك عندك الضياف. لا لا بنيتي انت بنت الدار. هذا راه ولد اختي جا دابا وغادي دابا لدارهم. اه سلام. سلام. خالتي رشيده صيفطتني اختي مليكه قالت لي روح لينا الساروت لداخل في البنغالو وقالت لي سيري شوفي خلي سليمان اللي يكون عندكم شي دوبل. الا بنيتي بالعمه ما عندنا. ايوا دابا على هذا الحساب واقيلا غادي نباتوا غير في الخلا. اختي اسمح لي. رحيمه سميتي رحيمه. رحيمه الله يرحمنا يا ربي برحمته الواسعة. عمر ونعد الشيطان. عمر تفي عرلا نمشي معاها نحليهم الباب دابا بالزربة. ايه وسيري معها بنيتي حلكم الباب. سير إلا بغى ما بغيت علاش ليه ما نبغي نبغي ونعاود. يلا بسلام عليك خالتي رشيد. يلا
كيداير الزين ديال العالم، كيداير النجوم ديال الليل والقمر. مالك ويدي مالك؟ اش تبحليس باغي شي حاجه ياك؟ هاد الشيء كنسميوه الظلمه ماما. ما نكونش كنعرفك يا السلعفان، فيكون شي واحد اخر والدك ماشي انا. شنو باغي؟ شوف 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 هاد البرنامج شحال زوين، تبعوا معايا غزال. يعطيكم الستر والرضا ويخليكم ليلي. شوفي هي حطات صاني ديال الاتاي وقالت لك نخوي لك حتى كاس. ما كنبغيش اتاي ورا الغداء، امي ما عارفه هذا الشيء، كنبغي قهوه. بنتي سماهم حبيبه ديالي. نعم المهم انا كنصوب القهوه حبيبه ديالي. لهلا يخطيك عليا المهمه العجب. السلام عليكم. عليكم السلام. حبلش تيفو جميل ورائع، اصابه في مدرجه ماتش. اسمعي اسمحي لي اسمحي لي اسمحي لي، انا راه جاي كنجري باش نشوف الماتش، والله ما رديت البال بانك انت كتفرج. ها هو نرجع لك البرنامج. لا انا الدور ديالي للحبيب ديالي، خلي الماتش حتى انا نشوف معاك الماتش والبرنامج دابا يعاودوه من بعد. لا 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 تفرجي انت، ارتاحي لي يا حبيبتي مع راسك. دريس الحبيب ديالي والله حتى نشوفوا الماتش. والله لا 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 غير خليك غير خليك تفرجي. لا لا اسمعها انا صاحبتي الله يسعدها انا مزوجها. تفرج انت في الماتش. لا اسمعها. نعم روي حالي ديال القهوه اليوم غتشرب احسن قهوه في الدنيا من ديداس ديال الميمه. لا خطيك لا خطيك يا الغزاله يا التريه ديال الدار يا الفنه، لا خطيك عليا. الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك يخليك لينا. قلك ليلي يا الحبيبه ديالي الميمه. مالكم راه بقيت انا فاهم والو، تبرزت في دماغي تخلعت انا تزعزعت. علاه عطيتك من خلعك؟ مالك ولدي شو الصفار؟ علاش تخلعتي؟ شوف سامي ما تخافش ولا انا ندير لك مكياج. شوف دير لك كليب باسكو يعجبو. دير لك كليب دير لي بول. شنو ولدي سخفان نجيب لك شوكولاه؟ مالك صح شوف شي حاجه ديالي ديالي الحبيبه ديالي الحبيبه ديالي. يلا 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 كلشي منقطيو. بغيت عادل. عادل واش هذاك المصنكع حتى هو يبغي عباد الله؟ شكون تدير هذاك الشيء؟ لا والو. اه السي عمر، بغيت غير نقول لك شكرا على قبيله على داك الشيء درتي معانا، كون ماشي انت حنا غادي نباتوا في الزنق. شوفي على الله رحيم شتي من اليوم الباب اللي بغيتي نحلولك نحلولك، الله يجعله يكون باب ديال بنكا كاع وفي 12 ديال نحلو. اجا اش كديروا نتوما هنا؟ عادل شكون عادل؟ قول لي شكون انت؟ عمر صاحبي. عمر عمر؟ اه عمر اللي كيدي هادوك. اه عادل باقي هو هو ما كيكملش الهضره. لا 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 تعلمت نقول الهضره. عرفتي شكون هذا؟ هذا عمر ولد خالتي السعديه، خت خالتي رشيده اللي كيشفر البيض وبيبي والدجاج في مصاصات الليل من الدوار الفوقاني. تعلمت ولا لا؟ عرفتي شنو غدير؟ غدق من هنا حيت الدجاجه عندها مواليه، وانتيا غتمشي لداركم تلبسي حيت العشيه تعشات ودعاوي الشر كتقلب فين تبات. عادل عمر. انا عمر. عمر؟ وين شكون؟ انت عادل وهو عمر وانا رحيم. والله الا باز لك ماما. مالي باز ليا؟ شو كي غزاله ومنوره وصابره على راه بحال بابا. اويلي هاني كنت فيك سخانه. لا ما فيها لا سخانه لا والو. ما حسيتي بوالو ملي قلت هاد الهضره؟ لا سمعين دابا انا كبرت وبديت كنفرز الحق من الباطل. دابا انت عندك الاحلام ولا زومبيسيون وباغا تمشي بعيد في حياتك، ما خصكش تبقاي مع بابا. ولكن راه كتبوا لي الله ما عاد كيما ندير، ماشي حتى لدابا حتى شعب نعلقوا لي الحجاب. ما شعب ما حجاب، انتي غزاله والف واحد يتمناك هكا 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 اللي يتمناوك هكا. لا شوف بنيتي شي الا كانوا غير رجال راه مونطاليتي وحده، مسكين مغرفه وحده. ما مسكين والو شتي انتي، خصك واحد اللي يقدرك ويفهمك ويعرف بقيمتك. وان بلوس دو سا عرفتي نور صاحبتي طلقات ماماها، بقات صابره صابره وهي تضربها بواحد التطليقه تزوجات في سيمانتها. ما تسناتش العده بواحد الراجل يا ماما، واحد الراجل كي داير طويل عرفتي شعرو رطب واحد العينين تبارك الله واحد الضحكه وخانس فلوس عرفتي كيدير لها هكا فحال شي اميره فحال الما القليل الله غير ترضى به. سمعينا الهام نقول لك مزيان
شي انا وباك ما نقدروش نتفرقوا مع بعضياتنا. حنا علاقتنا علاقة افونير ماشي سوفونير وديز. سوفونير وبقى جالسة تتكبري وما تلقيتها واحد اللي يديها فيك وهنا مشيت. سوفونير اوه فهمتش انايا جات لي الفيلم. سلام خالتي رشيد. سلام دوب الله مشي طمع راجب غنعود الحساب من الأول. واحد جوج ثلاثة أربعة ياك لاباس خالتي رشيدة مشاو لك الفلوس. أبنيتي أنا مشات لي 2000 ريال ولا ساق لي الخبر خالك سليمان والله اليوم على ما قتلني. مسكينة وشكون زعما اللي يديك هنا يديه في الدار خفيفة شكون؟ أنا اللي كنخمن جيوبة تاع عمك السليماني ولكن أنا راه عمري ما سرقت راه كنهز زعما باش نتقدى وصافي. وزعما فكري فكري شكون يقدر يديها لك؟ والله ما يكون ها هذاك الكافر بالله تاع عمر. ها والله خالتي رشيده حتى كنت بغيت نقولها لك خفتك تقلقي حيتاش ولد اختك. انا نهار شفتو ما عجبنيش وجهو فيه التخلويض ولكن عرفتي عجبني فيه عادي. اجي لجيتي تي دابا؟ انا جيت باش نهضر معاك شويه ونجلس معاك. مليت من ديك اختي مليكه اللي ما دايره لي بحال حمار الطاحونه وجيتك تعاود لي شويه على عادل ونشربوا شي كويس ديال اتاي وتصيب لي داك الحلوه ديال الكوك اللي كتعجبني. واش رحيم ابنيتي انا كنقول لك مشات لي 2000 وانت كتقول لي نتعاود واتاي والحلوه الكوك. ربي لا نمضي في عرك. شوف خالتي رشيده الا كنت غتعصبك حلوه الكوك بلاش نصيب لي غير اتاي انا قانعه بداك الشيء اللي عطيتيني. بغيتك تعاود لي شويه على عادل ملي كان صغير عافاك. شوف فاروق قتالو ما يسوى ما يصلح فهمتي ونوضي في حالاتك خنقضي شغلي. ولا خالتي رشيده راه ان بعض الظن يتمع عادل راه بطل. بطل اذا انت اللي هزيتي ل 2000؟ لا علاش فارق حتى لو نصب وبلا كيهزم تقصات من الحانوت كيبيع ديكلاري وبيع خالتي رشيده ديكلاري وبيع شدو يديو عليك الكود نتاعك. كيهز ويلي كرو حانوت خوات عادل عادل فين بابا؟ شتي فاش غادي نبغي نتزوج غنقلب على شي راجل بحالك. ما يليقش ليك ابنتي. علاش؟ شو كيغزال وكاريزماتيك. بابا ديما كنبغي نسولك وكنحشم. الا ما سولتيش باباك شكون غتسولي؟ على الصبر على ديك الماما. ماشي حتى للدرجه بنتي. لا تديك الدرجة وفيتها كاع ديك الدرجة. شتي نور صاحبتي بابا هضربها لماماها بواحد التطليقة بقى صابر صابر ويطلقها وتزوج واحد البلارة يا بابا عرفتي كي دايره بالزين هكا هكا بالزين وعاد هو ماشي شي بوكوس بحالك. لا باباك فات عليه الفوت. ما فات الفوت والو. ماما كوخلت انا لسنة سلات وكتدخل وتخرج في الهضره وكطير من المقله ولكن قلبها ابيض صفى من الحليب. صفى من الحليب هو عندك اسيدي فاد عليك شي نهار هذا الحليب وترقد لك اليد مع الرجل والله يهنيك. رشيده فين هو؟ شكون ولد اختك؟ الله ينجيه ويحفظه. ولد اختك انتي دغيا؟ دغيا سقتي لي الخبار اسيدي باسل. واش عرفتي التزبيله اللي دارو؟ وي هي 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 الدوار ديالكم مقلوب عليك. الا مشاو حتى شدوه غادي يشربوا من الدم ديالو. اويلي اش دار؟ اش دار؟ انا غنعاود لك البارحه لالا كانت عندو العرس. خلاهم تا دوروا الحنه. هو يمشي حتى على الفلوس وعلى الذهيبات وداك الشيء اللي عطاه الله كله وزاد خلفه. وهذوك عاد نوبي اللي ما عرضوش عليا للعرس. أري نعاونك. ما تعاوني ما تعاونك. ها حجر العافيه. عطيني عاد تيساه خليني نقضي شغلي لراسي. واخا لالا ما قلتي عيب. ألطيف ألطيف ألطيف. كي العقرب. بسم الله الرحمن الرحيم. اه
صافا. مالك؟ ما ماليش، عجبتهم المحنة. هي ما نجحتش في الستون. الستون ولا ما ستون؟ انت عرفتي اختي ليها ما بقيت فاهم انا والو، ولاو كي الملائكة في الدار، حب والحنان. المهم راه هي اللي حمقاتني، ولات غير كتنهد وكتدعي ماما بردة. واحد الوالد اللي كان دايما غير مخنزر ولات عنده الشوفه ديال عبد الحليم. هذيك الوالده ديالي ولات غير كتهضر بحال اللي كيغني الكنار. كنار اجي تشوف، انا عندي كنوض نحرش واحد، كينوض ليا الاخر كيلبس ليا كسود المحامي وجلس يحامي عليه، بقيت فاهمه والو. ولكن شوف، خصهم يطلقوا، خصني انا نعيش لا دولت شيفيتا. غيطلقوا يعني غيطلق. عرفتي اختي الهام، راه داكشي راه ما منوش، داكشي راه مبني على الصح، واخا الحيوطه كيبانوا مشقوقين. كاين الصح ولا مشقوقين ولا ماشي مشقوقين، غيطلقوا يعني غيطلقوا. الله رحيم الله يرحمنا، واش انا غادي نبقى تابعك من بونغالو لبونغالو؟ واش بغيتينا نحصل؟ ايه حصلتي؟ تطلق باش ما تطلق، تما كتعصبر عليا تما. وتخيد راني انا تما كاينه الفوضى هنايا، دير داكشي اللي بغيتي انت. تريح، انا راني ناوي الحلال. مالك تدوي الحلال وما تلويش؟ انا راني غنبغي ندوز عليك، غنسمي الله عاد. عليك شنو شنو هذا مالو؟ الله يعطيك السكر يتعصب عليك. صح الحاجه من الصباح وهي كتشكي من واحد الحتروف، قالت لك لابس الزرق وكيدور هنا كيطل على عباد الله من الشجر. تمني انا اللي لابس الزرق، او راه طلع عباد الله لابسين الزرق. وكتطب هداو 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 هداو، مال ما تخشوش يديكم في هذا المنقوص هذا. مي سليمان شوف عليا، تشوف كيفاش تشوف عليا. اسكت هادو هي العفريت. ها يلا يلا انت بكي تسدوك في الباب. يلا انت لا خويا تكرسوا عليا انت. ليه دابا المسخوط لاخويا فدي كيتعصبن عليا؟ قال لك فدي ما غير سير دخلي سير دخلي، حنا اللي ما صوتش شي واحد. انا انا ما بقيتش قاده، صافي عييت. وصاحبي وتسلم على بنادم تصبح نادم. واش ما كتقاداش هاد المراه؟ واش ما كتقاداش؟ وما تنتقاداش، انا ديما تنقول لك انا بيان شارجي. مالكم؟ جلسي اختي جلسي، انا وباك باغي نهضر معاك. اجي تجلس الارض. ما باغيش اتجلس. لا ما باغيش نريح. صافي لهي جلسك. وين يا مالكم؟ سولي باك. مالكم؟ سولي امك. سولي باك. مالك؟ سوليني انا، انا امك قررنا كل واحد يش طريق، غنتفارقوا. حشومه؟ لا بنيتي ماشي حشومه، هنا ما بقيناش قادين. صافي انا شخصيا ساليت. تانا تقاديت مع هذا. تانا احنا بنيتي انسان هو اللي يفكر في القرارات والحياه والمصير، احنا خايفين عليك انت. لا ماما شتي انا، كوني هانيه من جهتي عرفتي، ما تضربيش الحساب كاع. ياك والحمد لله نكون هانيه الحمد لله. دابا انت بنيتي عارفه انا وماما غادي نتفارقوا، وما عندناش فلوس باش كل واحد يبني حياته بوحده. فكرنا في واحد الموضوع. كان حل حل بنيتي، حيت دابا حنا انا وهاد الراجل هذا كنا صابرين على بعضياتنا بزز على قبلك انت باش ما تضيعيش. حنا لقينا الحل، حمان. حمان ولد خالتك الصالحه اللي في العربيه شافك وعجبتيه، وانا وماماك قررنا نعطيوك ليه. شنو قررنا نعطيوك ليه؟ انا راه ما باغاش نتزوج. ولا بنيتي وما ديرش لي الاراره دابا، الله يرحم باك. انا صبرت عليها على قبلك، بجوجنا كنا صابرين على بعضياتنا بزز على قبلك، كنا خايفين عليك باغي نطمئنوا عليك، نعرفوك في كيفاش غتعيشي حياتك. دابا لا خاصك تمشي لدارك. باك ما تخافيش عليه، راه ديس واحد يدير حياته. انا راه الطياره كتعرفيني كيفاش كندير، مع الطياره في السماء راهم داك كنلصق فيهم، غندير صنداله انا وصنداله انا. اللهم دارك اشنو تعيشي مع مرت باك؟ انا ما رضاش تعيش مع راجل امك. يا بنيت اللهم دارك. مشيت فيها.